أحسن الله إليكم. من أسئلة السادة المشاهدين يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تيمم من ضربتين؟ ورد أنه تيمم من ضربتين، ولكن التيمم من ضربة واحدة أصح، حديثه أصح. فإذا قسم الضربة الواحدة بين وجهه وكفيه، مسح وجهه ببطون أصابعه ومسح كفيه براحتيه، فهذا أحسن. نعم.